السلام عليكم، وعدنا لكم من جديد في سلسلة Objection. أنا سيدي القاضي، السادة المستشارين، عدنا لكم بالسلامة، عدنا منتصرين. الآن عندنا قضية شائكة بين هذه المحامين اللي على يميني وعلى يساري. تفضل عرف نفسك وإيش المشكلة. السلام عليكم سيدي القاضي، ولا زلت أنا المدعي، ما أدري ليش كذا تحطوني المدعي. على العموم في نقاش بيني وبين ماجد. عرف اسمك لو سمحت أول. أنا أعتذر سيدي القاضي، محدثك محمد من عامي 36 سنة، أعزب لزلت. لا 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 بس. عن زوجة. بس اسمك يكفي. أنت قلت عرف ابنك. اسمك وقضيتك لو سمحت. أوكي. السلام عليكم سيدي القاضي، أرجوكم تقصون اللي قبل. معكم محمد النعامي في نقاش بيني وبين الأخ ماجد، من هي أفضل منظمة في عالم الأنمي؟ لما نقول أفضل يعني من عدة عوامل، فيها القوة الفخامة، فيها كل شيء. طيب منظمة لو سمحت. فأنا اخترت أنمي ناوتو، منظمة الأكاتسكي. هذا بالنسبة لمحمد. تفضل عرف باسمك وش ال. معكم المحامي ماجد العامر، متزوج، عندي ثلاثة. لا لا من حق انت تعرف، ما قلت اسمك. معكم ماجد العامر، واليوم صار دافع عن انمي هانتا هانتا هانتر سنتر ومنظمة العناكب فانتوم جروب. لا سمحت ترى فعليا مو اسمها منظمة العناكب، هي فانتوم. لا سمحت، ما بعد نبدا في القضية، فما تقعد تقاضي الا المحامي. اشتهرت عندنا في العالم العربي بمنظمة العناكب. هكذا سيدي القاضي. معكم طبعا القاضي ابراهيم العامر، اعزب و يقولوا لي ابو خليل، وانا ما عندي ولد حتى. بس هذا حلو، اعزب ما عندي ولد. والله يا سيدي القاضي انا واثق ان القضيه في ايادي حكيمه. قلت يسموني ابو خليل بس ترى ما عندي ولد، لان في ناس يقولوا لي ابو خليل ان يظنون عندي ولد، فانا اعرف بنفسي عشان يعرفوني. انا ايضا ما عندي ولد، يسموني ابو حمد، وبعض الناس ابو جاسم، وبعض الناس ابو سعد. القاضي انا كمقاضي هنا يحق لي ادافع واتكلم، اقول عادي يكون اعزب عنده ولد، تزوج ولد وطلق يصير اعزب. ها لا ما يصير اعزب، يصير مطلق. مطلق مطلق مو بعزب. دخلنا في قضيه اخرى، ولا احنا نعود للقضيه الاخيره الحين. ابو حمد، ابو فارس، وابو جاسم كلهم انا. لا انا راضي بيهم كلهم. طيب انا مستحيل اختار شيء واحد، حتى في البو حقتي، حتى البو حقتي ما اختاره. نزوجك اربعه ونخليك تجيب من كل واحده ولد وتسميه. لازم يتولدون في نفس اللحظه وفي نفس اليوم وفي نفس الساعه، في لها توقيت. واضح ان المحامي هذا بيسبب لنا اليوم بلبل كثيره في القضيه. على كل خلونا نبدا. تفضل ايها المحامي محمد، سمعنا. سيدي القاضي، باخذ العامل الاول اللي بستند عليه ليش الاكاتسكي افضل، اللي هو عامل القوه. لما ننظر لكل فرد من افراد الاكاتسكي تشوف ان قوته صراحه لا تضاهى. لما تتكلم عن دايدارا وكيف انه كان الكاجي حقه يعتد فيه، لما تتكلم عن ساسوري وتشوف البلاوي اللي كانوا مسويها ساسوري، لما تتكلم عن كيسامي اللي لما يتوحد مع سيفا يعتبر بيجو لوحده ولسه ما وصلت البين قائد المنظمة، تتكلم عن إيتاتشي يا سيدي القاضي. Objection يورانر. يا مني Objection الأول عق ماجد. تفضل يا ماجد سمعني. سيادة القاضي، Objection على قائد المنظمة. بين فعليا ليس قائد المنظمة، وإنما الصورة يتم التلاعب فيها ب توبي، اللي أيضا تم التلاعب فيه بمادارا، والذي أيضا تم التلاعب فيه من كاغويا. فايش المنظمة هذه اللي اساسا ما تدري من هو قائدها؟ الزميل هنا يقول ان شو اسمه بين ما هو قائد المنظمة. ابي اسمع ردك يا محمد. سيدي القاضي، لو بنرجع الى كوبيا زي ما قال التلاعب فيه، لكن الاسم الذي اعلن انه قائد للمنظمة هو اسم بين، وليس كل قائد هو القائد. في شيء اسمه القائد في الظل، انا ما تكلمت عن القائد في الظل والمتلاعبين، انا قلت الاسم الذي اعلن كقائد للمنظمة قوته لا تجارة. في اسماء اخرى هذا مو شغلي، هو اللقب الرسمي حقه قائد، اكيد في فوق قائد في الظل ومتلاعب. جواب منطقي من الاخ محمد. اساسا كنت انا بوقف ماجد، لان محمد كان يتكلم عن قوه بين، ما كان يتكلم عن كونه قائد اسطوري او قائد فاشل، كان يتكلم عن قوته. فرد مفحم من الاخ محمد، ونقطه اولى تحسب للمحمد، هذه نقطه واحده. تفضل ايها الزيد ماجد، قول لنا انت منظمتك ايش فائدتها وايش ميزتها وايش الزين فيها وايش الشين فيها، شيء مو بلازم. سيد القاضي، اذا بتكلم عن المنظمات، فمنظمه العناكب لا تقل في القوه عن منظمه
الأكاتسكي، عندنا كورلو بقدراته العجيبة جدا وهو القائد الفعلي والحقيقي للمنظمة وعنده سيطرة عليهم وقوانين تضاع بينهم وشيء جميل جدا. عندنا فرانكلين في البعث لما يطلق بالرشاش طططططط، عندنا في التلاعب شارنارك، عندنا في التجسيد، كل واحد منهم يضيف شغلة للمنظمة. ولما يكون في قائد فعلا حقيقي لهم ويتحكم فيهم يوجههم صح، تشوف ضرباتهم تودي بعصابة المافيا حقت نيويورك شين اللي 10 عصابات كلهم مسحتهم كلهم وهزمتهم. اوبجكشن سيد اوبجكشن الاول محمد، تفضل يا محمد. سيدي القاضي، الاخ الزميل كوكيل لما تشوف لهم قائد صح، قائد صح بعد ما اعترض مساعدنا بين ما هو قائد الصح، واستدل ان لما يكون لهم قائد صح تشوف لاي درجة ضرباتهم قوية. خلال فترة حكم بين اللي هو ما يشوفه قائد صح، تم اسقاط بيجو وتم الاعتداء على الدول، وما شفنا احد في منظمة اكاتسكي نبس ببنتي شفه. حتى ايتاتشي لما قال بين قل حق ساسوري وين مكان ناروتو، ايتاتشي علم ساسوري وين مكان ناروتو، ما جاء ولا في لحظة من اللحظات ان بين ليس القائد الرئيسي. من بعد ما راح بين بدأ التلاعب في المنظمة، لكن طول ما بين موجود ما في شيء يدعي كذا. فأجو عدم التلميح والتلميذ من الزميل. عرفت الابجكشن حقه؟ ايه الله، اعطينا الرد حقه. واضحه للجمهور. طبعا الابجكشن حق محمد قاعد يقول ماجد لا تقعد انت قاعد تضرب من تحت الحزام وتقول لي ان القائد كرلو هو اللي يفعل واللي يسوي، بمعنى كلامك انك تقصد القائد ان بين كان ما له لازمه. محمد يقول ان بين يوم كان ماسك القياده لين ما مات كان هو مشي المنظمه صح، فلا تستدل على هذا الشيء بقوة لكرن. تفضل رد عليهم سيد القاضي. المنظمة هذه كان فيها تلاعب من البداية، من تأسيسها تم التلاعب بواسطة توبي في بين وإعطائه للعيون الثنتين الرينيجل اللي كانت أساسا مو عنده المرض إنها ما تطلع عنده. فمن الأساس هي مؤسسة بالتلاعب، هذا واحد. اثنين، كان فيها خيانات ورشيفارو كان فيها وطلع، وكان فيها بلاوي الزرقاء في المنظمة. إيتاتشي يعني يعترض على هذا وما يرد على هذا، والكل يمشي على كيفه على هواه. هذا يدور بس الفلوس، هذا يدور بس يقتل، هذا يدور لكذا. ما كان لهم هدف مشترك، ما كانوا يسمعون رأي القائد بإنصاف وإنصات، وإنما تلاعب في تلاعب في تلاعب وخيانات وتغيير يعني الأعضاء كل شيء يغيرون. ما يعني أساساً هي من الأساس كلها منظمة ملخبطة، ما فيها تسلسل قيادي ولا إداري. رد ماجد للأسف كان بالنسبة لي صراحة يعني ما هو مفحم. أنا أقول لكم بكل بساطة، يعني حتى في منظمة العناكب كان في مضاربات، كان في هواش، وكان كل واحد داخل أساساً لهدف خاص فيه مو بهدف عام كلش. ولما يجي القائد يتكلم الكل ينفذ نفس الشيء، فرد غير مقبول من المحامي ماجد. شكراً لك. تفضل يا محمد قول لنا النقطة اللي بعدها. سيدي القاضي، راح أتكلم عن فخامة الظهور. فخامة الظهور عند الأكاتسكي لا تجار، رعب اسم الأكاتسكي على الجميع لا يجار. لما نقال أكاتسكي يا رجل الكل حتى المشاهدين يلزم الصمت. أوب جاكشن يرانا. جاكشن سليم، تفضل يا مايد. من قوة الفخامة يوم جراية حاجة اثنينهم من البداية إتاتشي كسابي، ومن قوة الفخامة حق العناكب يوم دخلوا دكوا المنظمة المافيا كلهم العشرة الأقوى اللي ماسكين نيويورك شين كلها، دولة كاملة تحت سيطرتهم، تم دك القادة حقتهم العشرة كلهم وقلب النعلة عليهم. وكانوا كل الصيادين اللي جابوهم العشرة اللي هم جايبينهم المختصين ماتوا، والعشرة اللي جوهم بعدين ما قدروا إلا اثنين منهم بس يواجهون كورلو في الأخير فقط لغير، وطلع منها سليم بعد ما قتل ذلك. ما بيجي مقارنة في الفخامة، العناكب خوفهم ورعبهم أكبر وأفخم من الأكاتسكي اللي كل من جاء طلع لهم، بعضهم يفوزون بعضهم يخسرون أساس. اللي درد الشكامر وهذا ما عقبت. أوكي، هذا الأوبجكشن حق ماجد. إيه سمعت. فهمت. طبعا يقول لكم ماجد أنت تتكلم إن الأكاتسكي فخمين. هات لا تشرح لا تشرح، هات أبي. أنا أبي أبي ما طيب. يحتاج ما يحتاج. طيب حفر حفر قبر. سمعني. سيدي القاضي، هوب إيتاتشي وكيسامين من قدام مين؟ جيايا. وكان هروب مو بكرابكا يقضي لي على واحد ويحبس نن الثاني، ومنه الثاني اللي حبس نن كرابكا القائد قائد المنظمة. سلامات جيايا بس انحاش. ثاني شيء، لما احسن سوري عشان يأسر قارة تحالفت قريتين، قريتين تحالفوا عشان اثنين قريتين
ما بقول منظمة المافيا والعشرة، هيبة الأكاتسكي يا رجل، هيبة الأكاتسكي لين انتهى الأنمي، وهيبة الأكاتسكي كل مشكلاتهم الأكاتسكي. أما هانتر ما هنا وما هنا، ورايحين يدون واحد يفك النن حق قائدهم. سلامات، معليش يا حبيبي، معليش، انهزت الفانتوم أكثر من هزت الأكاتسكي. كوبيكا كوبيكا قضى على أقوى معزز عندهم وعلى قائدهم، ليش أنا حط عليهم قيد؟ بس حط عليهم قيد. انتهى وقتك يا سيد الزميل. طيب بالنسبة لهذه القضية أنا راح أصوت لماجد لأن أقنعني أكثر صراحة. ليش؟ لأن الهروب يعتبر هروب كان من كان، سواء عاد جراية ولا أقل من جراية. وأيضا يا محمد الشرط اللي حطه كورابيكا هو شرط ضحى فيه حاجات كثيرة، فيعتبر مصدر قوة في هذا الأنمي، فما يحق لنا نعترض على هذا الشرط. أنا وجهة نظري الشخصية، فكان يعني هو رد كان فيه شيء من المنطق، بس الأسباب الأساسية اللي تكلمت عنها جراية وكورابيكا أنا أشوفهم كانوا منطقيين بالنسبة لي. الهروب يعتبر هروب سواء من جراية أو من كورابيكا. هزيمة كورابيكا اللي القائدين بالنسبة لي أنا أشوفها برضو كانت منطقية، لأنه حاط على روحه شرط وقيود، فهروب إيتاشي وكسام معنا ترى هذا يعني يضربني في مقتل، بس هروب كسام إيتاشي يعتبر يقلل من فخامة الأكاتسكي. خلاص عطى النقطة، لا تموت يا سيد القاضي، حاس فيك حاس فيك حاس. لا تخليني أنا قاعد أحاول أصير قاضي عادي. إنزين عطى النقطة. تفضل يا المحامي، يقول حسبي الله عليكم عليكم، روح موضوعنا محله. ما يدي دور الدور، لا دور عندك أنت. كلام فخامة طقيت أوبجكشن قاعد يا الله مسوي فيها فاهم ومفهي. انت تفوز بالمحاوله بركه ولا ايش؟ قول قول سيادة القاضي. العلاقه الترابط اللي موجود بين العناكب اقوى بكثير في اي من اي منظمه ثانيه. ما تشوف في بينهم احد يحفر لاحد، بالعكس يحبون بعض ويحاولون يدافعون عن بعض وينتقمون. اوبجكشن. قاعد استنى يمكن يساعدني يتواجع. أجل هيسوكا يوم داخل العناكب ليش داخل؟ ليش يوزع عليهم صدقات؟ ولا هيسوكا رايح يقول لهم مفتاحك ضاع طال عمرك وأنا جاي حرصا عليك؟ هيسوكا ليش رايح العناكب؟ جاوبني هيسوكا، أساسا المفروض ما تخليك ترد القاضي. هيسوكا رايح عشان يهزم قائدهم، أي ترابط؟ طيب بس نقطة محسوبة لمحمد عطول دايركت يا ماجد، اضربك في مقتل. معلم انك انت قلت شيء غلط. قلت شيء غلط، ما دامك حصلت النقطة حقك كمل. بقول لك 40 ثانية غير الموضوع هذا احسن لك، لأن صراحة اضربك في مقتل عندك 40 ثانية. القائد حقهم كان حاط لهم قوانين واضحة يمشون عليها، حتى بعد ما سقط القائد نفسه بخدعة كرابيكا الذكية جدا، أموا ورجعوا وتكونوا من جديد، ورجعوا ورجعوا من حق قائدهم ورجعوه من جديد. فهذا يعني شيء صراحة يخلي المنظمة ذي شيء قوي جدا جدا من حيث قوانينها الصارمة، أهدافها، تحقيق الهدف لما يروحوا الهدف ينجزونه، تنوع القدرات اللي عندهم الجميل جدا يخليهم فعلا قوة ضاربة في المسلسل. تقريبا خلص 40 ثانية حقتك، نقطة جميلة وممكن نحسبها لك في الثانية، أما في الأولى ضربك محمد في نقطة. تفضل يا محمد تكلمنا عن الأكاتسكي. سيدي القاضي، من الأشياء اللي ممكن انتقدها ماجد في الأكاتسكي إن الأفراد اللي فيها، هذا داخل هذا طالع هذا الهدف، لكن الأساس في المنظمات مش الأفراد، الأساس هي الغاية. المنظمات كلها تمشي مبدأ أوبجكشن. يا أوبجكشن عندك 40 ثانية محمد. الأوبجكشن الثالث حق ماجد والأخير. تفضل سيادة القاضي، إلى الآن ما في أحد يعرف وش غاية منظمة الأكاتسكي. كل واحد منهم داخل لها لغرض، ذي يبي فلوس، هذا بس يبي يقتل، هذا يبي يعيش بسلام، هذا يبي يسوي شجرة، هذا يبي يسوي، فما في هدف واضح للمنظمة، لأن في الأخير أساساً طلع الهدف الفعلي لهم إنه مدرا يبي يرجع نفسه. كان الهدف منهم إنهم يجون كلهم يجمعون للكيوبي عشان يرجع نفسه، وفي الأخير طلعت أساساً اللي مسوي مدرا أو قص على مدرا الظل حق كاغويا يبي يرجع كاغويا. فوش الهدف والغاية اللي المفروض ان المنظمة دي تسعى من اجله؟ انا اتمنى ردك يا محمد، انت يقول لك وش الغاية من الأكاتسكي الحين، سمعني وش الغاية من الأكاتسكي. سيدي القاضي، زي ما قلت انا ركزوا على كلامي، الاساس مش الافراد، الاساس هي الغاية العامة للمنظمة، الغاية العامة اللي اعلنتها المنظمة انها تبي تجمع الكيوبي عشان تعيد احياء البيجو الكبير من المستخدمين، وهذا مشوا عليه الين حرب النينجا. شيني غاية القائد في الظل؟ شيني غاية المتلاعب؟ نفس موضوع القائد الأساسي اللي فتحناه من ساعة. شيني الغاية الأساسية المعلنة؟
هذه قلت لك غاياتك الثانية أنا ما تهمني. الأعضاء الأعضاء ما يهموني، تطلع ترجع أجدد المنظمة ما أنقص. والله لو أجيب القائد الأعلى المتلعب وخليه فرد، أهم شيء المنظمة هذه ما تنقص. سوى غايتك ومش مو مشكلة، أهم شيء الغاية العامة اللي إحنا أعلننا عليها مشين. حتى ساسكي اللي كان مقصوص عليه جاب لهم على الأقل ذيل النينتين، يعني حقق لنا من الغاية العامة اللي إحنا أعلننا عنها. غايتنا هي العامة، لكن غاية الفانتوم شنو هي؟ هذا إذا تسألني شنو غاية الفانتوم؟ أتحداك تجيب شنو غاية الفانتوم؟ كان رد جميل من محمد صراحة، وقنعني فيه. أنا أتكلم عن يعني أحد يتابع الكاتسكي، كان غايتهم إن يجمعون الأسلحة وقالوا نحط سلاح يخوف الدول قرى كلها أساس ما يصير حروب بينهم بين بعض. فنعم أنا أتفق مع هذا الشيء. ممكن الأهداف اللي في الظل ظهرت فيما بعد، بس الأساس من تأسيس الكيان هذا كان الهدف هذا، وكلهم انضموا وهم عارفين هذا الهدف من الأساس. فيما بعد هذا الشيء مو كان هو الهدف الأساسي. فنقطة لمحمد. ماجد تفضل أعطينا أسباب أخرى وحاجات أخرى عندك. سيد الغاضي سأل الزميل وش هي غاية وهدف الفانتوم. كان من الأساس أعلنوا واضح هدفهم أنهم يسرقون فلوس عشان يغنون الدولة حقتهم اللي هم أساسا كانوا مليوحين في مكان خرابة بنين وعايشين منه. هدفهم يسرقون ويرجعون الفلوس دي للقرية وإنقاذ القرية بقدر الإمكان، وقال انهم اطاحوا بدول بسبتهم. هذا الهيبه والفخامه فعلا، انهم اطاحوا فعلا بدول واطاحوا بمنظمات اخرى مثل عصابه المافيا، اختار العشر القاده حقينهم كلهم. يعني منظمه بكل ما تعني الكلمه رعب، تمشي لهدف واضح بقياده واضحه وتحقق اهداف واضحه وجليه وانجزت انجازات بالانجازات. نتكلم بالانجازات، فمنظمه العناكب هي افضل انجاز صراحه حتى الان من وجهه نظري. جميل جدا. طيب تفضل يا محمد عطينا انت من عندك. سيدي القاضي، من الاشياء اللي تحدد ان المنظمه هذه جباره ولا لا خطوات الخصوم اللي يواجهونها. لما نجي نمشي مثلا، لما يقول ماجد نهرب ايتاتشي وكيسامي، فهو قدام جرايا. طيب شيكيمارو شوف وين وصلت النتيجه النهائيه في الانمي، هو نائب الهوكاجي. ساسكي هو المنافس حق الهوكاجي. ناروتو هو هوكاجي القوى السبعه. هذا لما تشوف أسامي اللي تسقط الأعضاء الجبارين، أوتشيمارو اللي طلع مهزوم من المنظمة هزمة منه، إيتاتشي طلع من المنظمة هزمة وطلع من المنظمة. فلما تيجي منه بين رجعته الحال غير ترجيع إيتاتشي، يوم رجع بين لصوابه غير موازين معركة كاملة. فلما تشوف خطوة الخصوم اللي توجهها المنظمة العالة كلها أسماء جبارة، قارة قائد القرى في حرب النينجا والميزوكاك، بس تعال للفانتوم كوبيكا ايا كان قوته بخانتوم ما يصب قدام خصوم الاكاتسكي. وقتك يا سيد الزميل، نقطة جميلة. تفضل يا ماجد قل لنا نقطة برضو. ايه تفضل سيد القاضي. شكامرو يوم يهزم كان جونين، ما كان نائب هوكاغا ولا شيء، وناروتو كان جنن برضو، كان بطل ولكن رتبة فاقتها كان جنن. وساسكي يوم يهزم كان نينجا. اوبجكشن سيدي القاضي. اوبجكشن الاخير لمحمد. تفضل سيدي القاضي. في معركه الرتبه لا تعني شيء. ناروتو كان جنن بس احنا نادي من هو ناروتو. ناروتو يوم وصل هوكاغا يلا تطور عشان يوصل هوكاغا. شيكيمارو فعلا كان جنن، بس هو الوحيد من اختبار القريه اللي قدر يصير. ما عمر الرتبه اثرت على نتائج المعركة، ولا عشان كذا أقول لك هيسو كتا توا ماخذ اللايسن يوم يدخل، توا ماخذ اللايسن يعني ولا شيء ولا يصف شيء. يعني إذا أنت بتعدل لي من أعضاء المنظمة حقتك. الأوبجكشن لمحمد، عارف أنت يقول لك إن الرتبة ما تهم وأنت قاعد تضرب فيها مثال. أعطينا ردك يا ماجد. سيادة القاضي أنا ضربت بذا الرتبة لأن في النقطة اللي قبل كان يقول ذا وصل، هذا وصل. طيب يعني كرابي كرع يحصل قدام في النهاية، بس حاليا في الوقت الحالي بكرامه ما يهم الرتبه. شنو يهمني شنو رتبه كرابيكا حاليا الى نهايه الانمي؟ ما تهم. هذا الكلام اللي قاله بالحرف الواحد. فليش زعلان ان كرابيكا هزم واحد من اعضاء المنظمه وهزم قائد المنظمه؟ ناروتو في ذاك الوقت رتبته ما كانت تهم، فكرابيكا في ذاك الوقت رتبته ما تهم، قوته هي اللي تهم، وقوته جايه من الشرط، والشرط مشروح وواضح ومبين. فحتى الهزيمه اللي تلقوها كان سقوط عضو وكان متقبل، لأن الرتبة ما تهم. زي ما قال الرتبة ما تهم، إنك رابيكا هزم بالرتبة هذه ما يهم. المهم في النهاية إنه هزم فعلا القائد، وكان قوي وعنده قوة، لأنه حاط شرط عليهم أوم بالذات يضحي بحياته في حال هزمه. هذا اللي أنا كنت بقوله، وشكرا لك لأكد كلامي بكلام إن الرتبة ما تهم. والله صراحة يا محمد يعني أنت ضربت نفسك بنفسك في هذه
النقطة القضية. أنا أقول لك يا أين، قلت إن الرتبة ما تهم، فأنت هنا تعارض نفسك إن ليش كورابيكا فاز على ذا دام الرتبة ما تهم. طيب. يوم يفوز شكامارو يوم يفوز شكامارو كان رتبته لسه ضعيف، يوم يفوز ناروتو برضو كان رتبته ضعيفة، فإحنا نتكلم عن الرتب ما تهم في المعارك، فأنا أشوف رد ماجد مفحم في هذه. حلو. طيب الحين المرافعة النهائية حق كل واحد فيكم، فأتمنى استخدامها بطريقة كويسة. تفضل بحميد قلنا المرافعة النهائية. سيدي القاضي، المهم عندي في المنظمة هي التأثير العام اللي قاعدة تسوي، سواء من قوة القائد اللي حاكمها، منهم الخصوم اللي واجهوا القائد هذا سواء فازوا عليه أو فاز عليهم. لما نتكلم عن بين تشوف أنه أسقط هانزو من قبل، تشوف بين من أسقط أسقط دول، بين من أسقط قضى على جراية ونوتو يالله يالله قدر يفوز عليه، وبتدخلات من حتى الشاكرا حقت اليوندايمي عشان نوتو يتفوق على بين. ولما تيجي تشوف التأثير اللي مسويتها المنظمة من بدأ الأنمي لين انتهى، والمنظمة لها لمسة بكل شيء. هذا لما أتكلم لك عن فخامة منظمة، الخصوم نفسها اللي توجههم المنظمة، الخصوم اللي يطلعون منها اللي يجعون فيها شيء جبار. تقدر تأخذ المنظمة هذه تسوي عنها أنمي الحالة يا رجل، ولو يجعل الكاتب الحين يقول لك المنظمة راح تتقبلها عكس الفانتوم. معليش يعني الفانتوم مع احترامي وتقديري كذا انتهى وقتك يا محمد، وكويس ان انتهى، لانك مو بحلو انك تهاجم الشيء ثاني. تكلمت عن كل شيء حلو جميل في النقطه الاولى، وهذا تحسب لك. يلا يا ماجد قول لنا. سيادة القاضي الدهلبين، منظمة العناكب أيضا لا تقل في الهيبة والتأثير في القصة، كان لها دور رئيسي في أكثر من حدث. حدث نيويوركشين كان هم العدو الرئيسي والأساسي، هم عدو أحد الأبطال اللي بينتقم منهم اللي هو كرابيكا، والقتال اللي بينهم بس يتم ذكر العناكب في الحدث تحس العدد خلاص ولع. أيضا في حدث النمل الكاميرا يوم لولا تدخلهم وفزعتهم وانقضوا على المملكة كاملة كانت بتبدأ من جديد، النمل بالمملكة بالملكة زازن، ولا كان بعد صارت مصيبة كاملة، فدخلوا واستعرض قواته بالكاتب وكيف انهم جلدوا بدون قائد، لكن القائد ما بعد حتى يرجع، جاءوا وجلدوا منظمة نمل الكاميرا، مملكة كاملة نمل الكاميرا، دخلوا عليهم ومسحوهم، فكان لهم دور مرة مرة كبير، وأنا متأكد أنه لا يزال لهم دور مرة 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 كبير في القصة. نقطة جميلة برضو واختيار موفق، خصوصا أنك تكلمت عن فيتيكان المهم عضو العناكب اللي مسح فيتين أي اللي مسح هذا. طيب الحكم بالنسبة للنقاط عندنا محمد 1 2 3 4 5 6، ماجد 1 2 3 4 5، فبالنقاط أنا أشوف محمد تفوق في هذه القضية، لأنه يعني يستخدم. مبروك الفوز يا زميل، مبروك. ضرب ماجد في مقتل، مع أنه ضرب روحه حتى مرة في مقتل، لكن بشكل عام أبدأ كمحامي كويس. أيضا ماجد لا يستهان فيه، غبني في تشي بس معلين إن شاء الله حسابه في حلقات جاية. كانت حلقة جميلة ممتعة جدا بالنسبة لي. أنا أشوف صراحة الأكاتسكي، عن وجهة نظري أشوف الأكاتسكي ممكن كمنظمة أقوى وأفضل من وجهة نظري الشخصية. طبعا يعني أنا ما علي منك ولا تهمني أنت ولا يهمني أي أحد ثاني، أنا أقول وجهة نظري الشخصية مثل ما ظننت كلكم تقولون وجهة نظركم الشخصية. وهذا اللي الحين يعتمد عليكم أنتم، ما عليكم مني أنا وعليكم من الشباب، أنتم تشوفون وجهة نظركم تحت في الكومنت. أول شيء حطوا تقييم للمحامين، كل واحد من 10 كم واحد أخذ من 10، القاضي برضو قيموه من 10 كم أخذ، وبعدين اكتب رايك انت من هو اللي شو اسمه يعني المنظمه اللي تشوفها افضل، واذا كان في عندك برضو منظمات اخرى تشوف انها افضل من المنظمات اللي ذكرها الشباب اذكرها برضو ايضا في الكومنت تحت بدون تجريح. هذا اهم حاجه يعني كتبه. احنا نحب بعض احنا نحبكم، لا تسبون بعض ولا تسبون الشباب برضو، لان كل واحد له رايه الشخصي ومن حقه. والله انا احب الاكاتسكي ومحمد يحب العناكب. لا والله ما احبهم، والله جد ما احبهم، غبنيني. انا اكل الاشفاء، تكره العناكب، انا اكره الاكاتسكي كمنظمه، احترمهم كمنظمه. احترمهم كمنظمه، وانا ما احب الاكاتسكي كمنظمه. احترمهم كمنظمه، انهم سووا هيبه يعني صدق، العناكب ما لا يستهان فيهم يعني. عندي العناكب افضل من منظمات انميات كثيره غيره. Anyway، الحين احنا التصويت عندنا والشغل عندنا كله انتهى، باقي عليكم انتو، شدوا حيلكم بالشير واللايك والكومنت، وفي النهايه قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. لا تنسون اشتركوا في القناه، ضغط على زر الاعجاب والشير، ونشوفكم على خير.